شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية في بطولة العالم للترايثلون والتي انطلقت بمدينة سامورين بسلوفاكيا بمشاركة نخبة من أبطال العالم المحترفين والعديد من الفرق القوية في رياضة الترايثلون. وقد اضطر سموه للانسحاب من البطولة بعد أن أصيب بشد عضلي في منافسات الجري الأمر الذي حدا بسموه للتوقف من أجل الراحة. وحاول سموه بعد ذلك مواصلة الجري وبذل كل ما بوسعه من أجل إنهاء السباق، لكن الإصابة عاودت سموه مرة أخرى لاضطر لإعلان انسحابه من السباق بعد 5 كيلومترات. وتواجد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في السباق ضمن قائمة لاعبي الترايثلون المحترفين، وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها سموه مع محترفي الترايثلون. وكان السباق قد انطلق في الصباح الباكر بمنافسات السباحة، حيث تمكن سموه من إنهاء مسافة مسابقة السباحة البالغة 1.9 كيلومتر بزمن وقدره 30 دقيقة و51 ثانية و5 أجزاء من الثانية، لينتقل بعدها سموه إلى منافسات الدراجات وإنهاء المسافة 90 كيلومترا بزمن 2:15:48، ثم انتقل سموه إلى سباق الجري لمسافة 21 كيلومترا. لكن سموه اضطر للانسحاب من السباق بسبب الإصابة بشد عضلي بعد أن قضى تجاوز سموه أكثر من 5 كيلومترات في الجري. وقال سموه معلقا على السباق: يعتبر سباق العالم من السباقات القوية جدا والتي دائما ما تحفل بمشاركة كبيرة وواسعة من قبل محترفي رياضة الترايثلون في العالم، الأمر الذي يجعله من أصعب السباقات وأقواها من الناحية الفنية. أنه أمر رائع أن تتواجد في السباق مع نخبة من أبطال العالم للتنافس معهم على تحقيق النتائج الإيجابية، بالإضافة إلى اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات التي تعينك في المستقبل على الظفر بالمراكز المتقدمة. وأشار سموه إلى أن كل الأمور الفنية كانت جيدة قبل السباق، وأنه أنهى الحصص التدريبية بنجاح تام، وتمكن من الوصول إلى الجاهزية بعد خوض التدريبات في السباحة والدراجات والجري، مضيفا سموه أنه دخل السباق بكل حماس أملا في تحقيق المراكز المتقدمة التي تؤكد التطور الكبير في المستوى الشخصي، بالإضافة إلى تطور رياضة الترايثلون في البحرين. وبين سموه أنه أنهى مسافة السباحة بصورة طبيعية، وبعدها انتقل إلى سباق الدراجات، ومن ثم انطلق في الجري لأنه أصيب بشد عضلي بعد حوالي أكثر من 5 كيلومترات، وتوقف قليلا للراحة وحاول بعدها مواصلة السباق لأنه لم يستطع بسبب تفاقم الإصابة والتي تبين أنها شد عضلي، الأمر الذي دفعه للانسحاب من السباق. قدر الله ما شاء و ما عرفنا شو اللي صار، ولكن الحمد لله في نهاية الأمر. الحمد لله على كل حال. اليوم هو بيومي، ولو أن يعني الأداء اللي أديته كنت يعني راضي منه إلى آخر لحظة. الخطة كانت ماشية من أحسن ما يكون في السباحة. ركبت الدراجة وأديت أداء جدا طيب وصلب. كنت أمام المتصدر من فئتنا تقريبا ب6 دقائق إلى 8 دقائق، فيعني كنت في المركز الأول بعيد، ولكن يعني التحليل اللي حصل طبعا عقب ما حصلت الحادثة إن السباحة في النهر ممكن تعيق العداء، والدرس اللي درسناه إن لازم إن إحنا ناخذ حبوب قبل السباحة في النهر تصفي الجسم أو تعطي مناعة لو شربت بالغلط ماي النهر. ماي النهر ماي حالي، فالماي الحلو عادة يكون خطير إذا ما تشربه يكون مصفى. أنا يعني من قوة السباحة والحماس والمنافسة شربت كذا مرة، تذكرت إني أنا يعني شربت كذا مرة الماي، أثر علي بعد 60 كيلو في الدراجة. يعني كنت أنا ضاغط، كنت مسوي أفريج سبيد في الدراجة 43، كنت متصدر بعيد ومرتاح، لكن بعد 60 كيلو حسيت بالألم وحسيت بال يعني اللوعة مثل ما نسميها، وعزكم الله بديت أرجع، فهذه أدى إلى جفاف حاد في الجسم. وإذا صاد يعني بديت أترجع طبعا تفقد سوائل كثيرة. فأنا يوم ركضت بعد الدراجة ركضت
المرحلة اللي يعني أول 5 كيلو، فجأة أول مرة يصيدني هذا الشيء من قوة الجفاف وحدة الجفاف، صادني نوع من التقلص بالعضل، فالعضلات كلها تقلصت عندي، ما قدرت أتحرك. حاولت أجري مرة ثانية، شربت ماي، رشيت ماي على روحي، جريت مرة ثانية لكيلو بعد زيادة، وعقبها مرة واحدة الجسم خلاص استسلم وقفل، ولو أن أنا في رأسي وفي عقلي وكل نيتي أدري أن الجميع كان يرتقب إلى نتيجة طيبة، ولو أن أدري أنا كنت يعني 6 إلى 8 دقائق متصدر عن اللي وراي، وكنت في المركز الأول بعيد، ولكن قدر الله ما شاء فعل، وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم. فالحمد لله على كل حال خذنا درس جيد، مثل ما خبرتك قبل الانطلاقة، يا أطلع بنتيجة طيبة أو أطلع بدرس طيب. فالحمد لله على كل حال طلعنا بدرس طيب، نعرف نتعامل مع أجواء مثل هذه، لأن احنا أقلب سباقاتنا تكون عادة في ماي المالح، ماي البحر، وماي البحر يعني من الله مصفى، لكن المياه الحلوة شوي والأنهر تكون فيها خطورة. الحمد لله على كل حال.